كده متفقين بشكل واضح ان اكتر حاجة يمكن اصابت الثورة واصابت او ساهمت في عدم تحقيق اهداف الثورة بشكل كامل بنتحملها احنا كلنا جميعا، ان احنا ما قدرناش ان احنا نكون كيانات تنظيمية قوية تبقى موجودة على الارض ناجحة في ان هي تتواصل مع الناس وعن جمهور على الارض. الجمهور النهاردة للأسف الشديد الاعلام والنظام اللي موجود بيساهم بنسبة كبيرة في تغييب وعي. احنا دي مسؤولية بنتحملها، ولعل وعسى تبقى نقطة انطلاقة لينا جميعا، ودي رسالة للجميع ان احنا في حاجة شديدة جدا ان احنا كل الجهود بتاعتنا تتكاتف من اجل ان احنا نحقق اهداف الثورة. اهداف الثورة لن تتحقق الا اذا كان كل واحد مننا عنده جهد يحطه على جهد زميله ونقدر نعمل بيه حاجة. الحالة اللي ممكن تكون موجودة ما بين بعض الاحزاب للاسف الشديد دي حالة يعني شخصيا بشوفها بنسبة كبيرة جدا بين الاحزاب السياسية تحديدا، مش موجودة بين الحركات الشبابية والقوى الثورية، انها موجودة بشكل واضح جدا بين الاحزاب السياسية، حالة استقطاب وحالة مزايدة وحالة من حالات عدم او عدم القدرة على تجاوز الخلافات او توسيع مساحة المشترك ما بين الاحزاب السياسية من اجل مصلحة عامة. دي للاسف الشديد آفة موجودة في بلدنا وعلى جميع الاحزاب، ويمكن دي تبقى رساله لينا كلنا مع بعض ان احنا اللحظه اللي احنا بنعيشها دلوقتي في بلدنا في مصر واللحظه الازمه اللي بتمر بيها الثوره المصريه مش هتمر ومش هنعدي المساحه دي الا لو نجحنا بالفعل جميعا في ان احنا نتكاتف سويا ونتجاوز كل الخلافات. مش معنى ده ان احنا يعني اذا كان في ثمه اخطاء نقول لا في اخطاء خلاص بلاش نتجاوز الاخطاء دي، لا لازم نقف جميعا حوالين عمليه تقييم ومراجعه ونقد ذاتي لادائنا في الفتره اللي فاتت، وعلى راس اولويات النقد الذاتي المفروض يتم ما بين كل الاحزاب وبعضها وبين الحركات نفسها ان هي فعلا تقف حول ايه سبب اشكاليه ان احنا ما قدرناش نجتمع حوالين اهداف واضحه ومحدده. هل ان احنا مش عارفين، وممكن يكون ده جزء من الموضوع، احنا مش عارفين تعريف واضح مثلا لاهداف الثوره، ولا احنا مثلا عارفين تعريف واضح لاهداف الثوره بس مش قادرين نجتمع عليه، ولا احنا فعلا ما نجحناش بشكل واضح في ان احنا نحول اهداف الثوره دي لواقع على الارض. اسئله يمكن تكون ده مش موضوعها دلوقتي، ولكن دي حاجه كانت في نفسي حبيت اشارككم بيها. رسالتنا النهارده بشكل واضح جنب الرسائل اللي قالوها زمايلي ان احنا في حاجه ماسه وشديده جدا ان احنا نتعاون ونتكاتف من اجل تحقيق مصلحه عليا، مصلحه البلد، من اجل ان احنا الشهداء اللي راحوا من 25 يناير ومن قبل 25 يناير لغايه النهارده حقهم في رقبتنا. بنتحمل مسؤوليه كبيره جدا في ان احنا حق الناس دي. مش هنقول ان احنا الشعار كنا بنقوله زمان واحنا يعني عندنا روح عاليه يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، يمكن دلوقتي المفروض الرساله تكون يا نجيب حقهم يا نعيش زيهم ونحقق حلمهم. شكرا جزيلا ليكم.